السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ صباح الورد والفل والياسمين، بس على حسب ما بتشوفوني. يعني النهاردة صحينا الصبح بقى وعملت القهوة. طبعا كان يوم الجمعة وعملت بخور، كنت صاحية بدري جدا لان كان عندنا مشوار ان احنا هنسافر الرياض، كان عندنا مشوار في السفارة المصرية والحمد لله يعني، واحنا بقى في الطريق اهو. بالجمال دي ماشية وكده، حتى بابانا وقف لنا كده يعني على جنب وفضلنا نصورهم. عايزة اقول لكم الشكل، يعني التصوير ظالمهم، في الطبيعة احلى بكتير مليون مرة من الصور، وكان المنظر تحفة جدا. احنا قعدنا وقفنا كتير بسبب المنظر الحلو ده، وكل ما كنا نلاقي جمال او كده على الطريق كنا نقف كتير ونبص ونتفرج وكده. عايزة اقول لكم كان المنظر رائع 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 من كل حاجة يعني، والجو كان حلو. بس بقى هنا يا بنات احنا وصلنا الرياض يعني الحمد لله. احنا في الاحساء، مدينة الاحساء، ما بيننا وما بين الرياض حوالي تقريبا 3 ساعات 3 ساعات ونص حسب الطريق. تمام كده بقى احنا وصلنا اهو. عايزه اقول لكم يعني الرياض بقالي كتير جدا ما رحتهاش، من اخر مره يعني من تقريبا اول ما جيت السعوديه نزلت الرياض، بس طبعا ما مشيتش كده في الشوارع بتاعتها. انا كنت عايشه الاول في الرياض وبعدين يعني نقلنا حسب الشغل يعني بتاع بابانا وكده. بس من اكتر الـ يعني الـ المدن اللي حبيتها في المملكه يعني وعشت فيها اول مره كنت ازور يعني السعوديه، كنت عايشه في الرياض، قعدت فتره كبيره فيها. بس الحمد لله يعني، بس احنا كده رايحين السفاره المصريه عشان كان بابونا بيعمل ورق لي يعني وكده، فاخدنا يعني المشوار. وبعدين مروحناش على طول، احنا طبعا رحنا عند ناس يعني حبايبنا موجودين وصحابنا وكده اللي موجودين في الرياض زرناهم، وحتى روحنا بالليل، فما كنتش عارفه ان انا اصور او كده، فاكتفيت بس بالنهار كده وتصوير اللي انا صورته الصبح ده. بجد كانت حاجه ممتعه والجو كان حلو جدا. طبعا كده احنا متجهين للسفاره المصريه. تمام، وصورت بقى هناك، كان مبنى الام بي سي في موجود جنب السفاره المصريه وكده. بس ودينا غرناطة. بصوا بقى هنا بنات احنا وصلنا
عند السفارة المصرية، المبنى اللي قدامكم ده كده تمام اهو. وده مبنى الام بي سي، مبنى التلفزيون الام بي سي، موجود في جنب السفاره بالظبط يعني. ايوه مصريين بيبانوا اهو. بس احنا هنا داخلين نركن بقى وهنخلص مشوارنا وهنمشي. هنا بقى كنا خلصنا خلاص وماشيين بقى خلاص، رايحين طبعا نزور صحابنا وكده. ده الكوبري المعلق اللي موجود في الرياض، اللي موجود في الرياض اكيد عارفه يعني. بس ويا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب، وباي باي في فيديو جديد.